السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى كاملين تكونوا كاملين بخير ورمضان مبارك، والله يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله في هذا الشهر المبارك ان شاء الله بحول الله. اذا هذا الفيديو خصصته لواحد الحاجه مهمه في التصوير. اي واحد غيصور فيديو، انا كمبتدئ حتى انا الله تعلمتها، اذا اي واحد غيصور فيديو كيحتاج واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف في الفيديو، يعني هي الاضاءه. اذا غتشوف واحد الحاجه دابا نوريها لكم، كما كتشوفوا هذا الفيديو دابا بدون اضاءه، رغم ان يعني الغرفه مضاءه بالاضاءه العاديه اضافه الى الاضاءه ديال النافذه، ولكن يبقى الفيديو مظلم. نرجعوا الاضاءه ديالنا اضاءه اخرى. اذا هذه الاضاءه هي اللي غندير عليها فيديو ان شاء الله. طريقه كتسمى يعني هذه الاضاءه بالسوفت بوكس، وهذا السوفت بوكس راه غالي، كيطلب كلفه تكلفه غاليه بزاف. اذا حنا ما غيكلفنا والو تقريبا، اشياء بسيطه غنستعملوا، اشياء بسيطه باش نصنعوا السوفت بوكس ديالنا ونستعملوه في التصوير ديال الفيديوهات ديالنا بطريقه بسيطه وبادوات بسيطه. اذا نشوفوا هذا السوفت بوكس بعدا نوريه لكم. اذا هذا هو السوفت بوكس اللي صوبت، ها هو. اذا ها هو، اذا عباره عن كرتون، اذا بعض المواد الومنيوم الى اخره. اذا هذا الشيء كامل ان شاء الله غتشوفوه في هذا الفيديو، تبعوه حتى الاخر. اذا نتلاقاو بعد الفاصل باش نشوفوا الطريقه ديال صناعه هذا السوفت بوكس من البدايه الى النهايه. على بركة الله، إذا غنحتاج ورق الألمنيوم، سلك ديال الضو، الرأس اللي غنركبو فيه البولا، ثم الرأس ديال البريز، المترو، المقاس، واخا هو ماشي هو مقاس، وعندنا أداة ديال اللصق. غنحتاجو بطبيعة الحال الكرتون اللي غنستعملوه، غنحتاجو 4 القطع على الشكل التالي، يكونوا متشابهين تقريبا، والكرتون يكون شوية قاصح، يعني يكون الكرتون ممتاز شي شوية. غناخدو واحد القطعة، نعطيكم المقاسات باش تقطعوا القطع على الشكل التالي، يعني تكون على شكل شبه منحرف. القاعده الكبرى ديالو 30 سنتيمتر، القاعده الصغرى 10 سنتيمتر، وكاين الخطوط الجانبيه 25 سنتيمتر، ثم الخط الصغير ب 2 سنتيمتر او ارتفاع عفوا ديال المستطيل ب 2 سنتيمتر. اذا كنقطعوه على هذا الشكل. من بعد كناخذوا المقص باش ملي كناخذوا المقاسات كاملين بهذه الطريقه، يعني ممكن انكم تاخذوا على فكره المقاسات اللي عجبكم، يعني حاولوا غير يكون على شكل شبه منحرف وزيدوه واحد المستطيل صغير من تحت. اما المقاسات ممكن تاخذوا مقاسات اخرين، كل واحد على حسب كيفاش بغى سميتو. من بعد ملي كتاخذوا المقاسات ديالكم وكتسطروا الشكل ديالكم، كتقطعوه ومن خلاله كتاخذوه وكديروا المقاسات ديالو على القطعه الاخرى ديال الكرتون باش تاخذوا نفس المقاسات. يعني كناخذوا ملي كنقطعوا هذه القطعه على هذا الشكل، يعني كنحطوها على الكرتون الاخر وكناخذوا المقاسات ديالها، ونفس الطريقه هكذا دواليك حتى نكملوا 4 القطع ديالنا. اذا ها هي الطريقه ديال التقطيع، كنستعملوا فيها اداه حاده مثل مقص او القاطع بهذه الطريقه. هي كما كتشوفوها. اذا كنقطعوا، كنحاولوا ما نخرجوش من الخطوط، ونحاولوا نحترموا هذوك القياسات اللي خدينا. الاشكال اللي غنقطعوها تكون بحال هذا الشكل. دابا راه قطعناهم باربعه، دابا راه عندنا 4 الاشكال، ها هما كما كتشوفوا. من بعد كتجي المرحله الاخرى، اننا خصنا نغلفوا هذا الاشكال، هذا القطع خصنا نغلفوهم بورق الالومنيوم. هذا هو ورق الالومنيوم اللي غنستعمل، كيتباع عند المنحنى، اذا ما كانش اشكال موجود. هذا دابا كيدير 5 دراهم في 800 متر، ما كانش اشكال. اذا كناخذوا قطعه ديال الالومنيوم، كنقدوها على هذيك القطعه الاولى، ثم كنقطعوا الورق ديالنا، كنديروا ليه هذا الشكل، كنمشوه شي شويه بحال هكا. الطريقه دابا على اساس باش الضوء ما يعطيناش هذوك اللي غيوم، يعني ما يعطيناش هذوك اللمعان، يعني يضوي مزيان ولكن ما يعطيناش هذوك الانعكاس ديال الضوء.
نفس الطريقة نكملوا هذه القطعة اللي خاصنا هكا. هي كما كتشوفها كنصفها انا بالكولا اللي كنستعمل، الكولا دايره بحال هذيك الشمع اللي كنستعملوا هذيك الاله. اذا من بعد كنلصقوا هذوك اربعه د القطع ملي كنديروا ليهم كاملين ورق الالومنيوم على هذا الشكل. اذا نفس الطريقه كنستعملوا وهذيك الكولا اللي قلت لكم ديال اللي دايره بحال الشمع هذيك اللي كنستعملوها في هذيك الاله. اذا الشكل كيتعطى لنا هكا ومفتوح من الفوق. اذا غتخصنا واحد القطعه باش نسدو الفوق كما عرفنا ولا كما شفنا في الاول، عندنا القطعه غتكون 10 سنتيمتر على 10. اذا حيت القاعده الصغرى ديال هذوك الشبه المنحرف كاملين فيهم 10 سنتيمتر، اذا غنقطعوا 10 سنتيمتر على، وكنستعنوا بطبيعه الحال بالمقص او قاطع وكنقطعوها وكنحصلوا على هذا الشكل. من بعد كناخذوا المقاس ديال الدوي او الراس اللي غنركبوا فيها البوله باش ندخلوها في هذيك البلاصه. اذا كناخذوا المقاس ديالها، من بعد كنقطعوا هذيك البلاصه وكنديروا هذيك هذاك الثقب على اساس ندخلوا فيه هذاك الراس بحال هكا. خصنا نغلفوا هذا الشكل، ناخذوا حتى هو نغلفوه حيت داخل ديال السوفت بوكس ديالنا خص يكون كامل مغلف ما يبانش فيه الكرتون. اذا كنقوليوه كنديروا الكولات حتى هي، كنلصقوا هذاك الورق بطبيعه الحال نفس الطريقه كنتبعوها، كنقطعوا داك الشيء اللي شاط وكنفتحوا هذيك الفتحه بطبيعه الحال كنفتحوها حتى هي، وعاد كنديروا ليه الكولات حتى هو باش ندخلوه لهذيك البلاصه ونردوا عليه هذوك المستطيلات اللي عقلتو اللي كنا شيطناهم. ها هما كناخذوا السلك الكهربائي اللي عندنا ها هو على هذا الشكل، كنديروا ليه الراس ديال البوله في واحد الجانب. اذا كاين جوج خيوط يعني الفاز والنوتر كنركبوهم يعني طريقه سهله ما فيهاش اشكال، يعني اي واحد ممكن يركبهم ما غنحتاجوش هنايا يعني تريسيان ولا شي حاجه اخرى، يعني سهل الطريقه. كنركبوا الراس قلنا من واحد الجانب ها هو، نفس الطريقه كنديروها البريز تا هو او راس ديال البريز اللي كندخلوه في البريز. اذا ها هو تا هو كنقادوه وكنركبوا ليه المسائل ديالو كنحصلوا على هذا الشكل. من بعد كندخلوا هذاك الراس ديال اللي غنديروا فيه البوله الدوي كنديروه في هذيك الفتحه اللي كنا درنا الفوق ديال السوفت بوكس ديالنا. كناخذوا بوله تكون ليد، الاضاءه ديالها تكون ليد. هذه دابا البوله كدير تقريبا 15 غرام تقريبا، يعني حاجه مزيانه احسن من هذيك الصفراء، الاضاءه كتكون بيضاء ومزيانه. اذا ها هو السوفت بوكس ديالنا، الاناره هي كتكون مزيانه، ها هو ملي كيكون مسدود ها هو ملي كينحلوه. اذا الاناره بحال ديال البروفيسيونيل واخا هو ديال الكرتون ولكن قاضي غرض الحمد لله. الحلقه ديالنا وصلت الى النهايه ديالها، نتمنى ان الموضوع ديالها يعجبكم، وما تنساوش الى عجبكم الموضوع لايك اول تحت زر زر لايك، وكذلك الاشتراك باش توصلوا باي جديد يخص هذه القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.